السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم في الله محمد الويمي aka ليو. هذه لعبة ديموليشن في سمت بنتيجة 33 أو 35 مقابل 3 موتات فقط، نتيجة حليوة. ففي هالتعليق بكمل فلسفتي في بعض الأشياء، وبفتتح هذه التعليق بوجهة نظري لا دخل تقريبا كل شيء في بعدين. فموضوع هذه التعليق الوضع الاجتماعي للإنسان، شنو أقصد ذي بالضبط بالوضع الاجتماعي للإنسان؟ إنه كيف وضعه في المجتمع يأثر في تصرفاته وفي القرارات اللي يأخذها. فأنا حاب أبدأ أفتتح الموضوع بأن الإنسان كائن اجتماعي من قديم العصر، والإنسان زي كذا من أبونا آدم، والإنسان ما بحب إنه يعيش الحالة. تذكرون قصة آدم وخلقة حواء لتكون أنيس لآدم، ويوم آدم شعر بالوحدة في الجنة. هكذا حال الإنسان من بعد آدم من إلى يومنا هذا. الإنسان يعني يحب يكون مع صحبة ناس ثانين، هذا يكون مجموعة. وكما نعلم مجموعة، في المجموعة تقريبا مع اشتراك الاهتمامات والشيء رابط بين افراد المجموعة، في شيء يميز الشخص عن الاخر. كل واحد يبي يتميز عن اللي في المجموعة بشيء يخصه هو، اللي يبي يصير قائد المجموعة اللي هو فيها، وفي اللي يبي يصير العضو الفعال في المجموعة، وفي اللي يبي ياخذ ولا يعطي. هذا اللي تقدر تسميه بس يبي يضيع وقته وما ماخذ المجموعة بشكل جاد، ما يعتبر نفسه انه عضو من المجموعة، بس انه هم يطالب بالاحترام من هالمجموعة، شايف نفسه احسن من المجموعة، وانه موجود هناك بس عشان تمضية وقت. فهذا يكون وين مكانتك في أصدقائك، وش اللي يربط بين الناس اللي انت تتعلق بهم، وين تروح، هذا يغير من تصرفاتك ومن كيف تعامل مع الناس وكيف حتى وجهة نظرك للحياة. حتى انا اشوف هالموضوع ذا مسبب كبير لأشياء عظيمة جدا. يعني هو السبب الأول والأخير لشنو بنكون في المستقبل. إذا كان الناس اللي بيخلونك تشعر بأهميتك في اللعبة في بلاك أوبس، طبيعي بتبي تكون الأفضل في هاللعبة ذي، لأن هذا اللي يعطيك الاحترام في هالمجموعة ذي، في مجموعتك أنت. فإذا اخترت مجموعة أو إذا بتصادق ناس، لازم تعرف شنو اللي بيخليهم يعطونك احترام وتقدير، وهل أنت معلش من زمان ما شفت هالفيديو وشفت ذا ناط زي كذا ضحكني. المهم نرجع للمحور. مسكين ما كان إلا صاروخ في وجه. نرجع لمحور حديثنا. بعد ما تعرف يعني هذا اللي بيعطيك هذا اللي بيخليهم يعطونك احترام وتقدير، هل تهتم برأيهم بهالشيء، برأي الناس اللي بيعطونك هذا الاحترام وهذا التقدير؟ هذا اللي وين بيصب مصدر اهتمامك وتركيزك، وهذا اللي بيخليك تعصب او تفرح في هالشأن ذا. هذا ليش بعض الناس في اللعبة تشوفهم يعصبون في اللعبة بسهولة، خاصة العيال الصغار، لان في عالمهم الحالي الالعاب الفيديو هي اعظم شيء يعطيهم تحكم كامل لارادتهم.
هذا موضوع ثاني حاب اتطرق اليه، الاشياء، تاثير الاشياء اللي تعطينا تحكم كامل وتاثير الاشياء اللي ما لنا تحكم كبير. فالمهم في عالمهم الخاص العاب الفيديو هي اللي تعطيهم التحكم الكامل للعيال، هذا اللي يعطيهم الاحترام والتقدير. اذا سووا زين فاكيد، اذا ما سووا زين اكيد بيقعد الواحد بيعصب. هذا ليش الحالة الاجتماعية، اصحابك، الناس اللي انت محاوط نفسك بهم، هذا اللي لازم تعرف مين اللي حواليك، شنو وجهة نظرهم، شنو بالنسبة لهم هذا يخليك رجال، هذا اللي يخليك او هذا اللي يخليك بنية. Either way, pick your choose, whatever. Anyway, هذا ليش اختيار الصحبة مهمة، هذا ليش هل اسمع لرأي هالانسان، هل هذا مهم او لا، هذا ليش هل احترم هالانسان، هل ما احترم علان، مهمة جدا. وهذا ليش مسببة مواضيع كثيرة جدا في وجهة نظري. على اي حال شكرا لاستماعكم في هذا الموضوع، اتمنى اني ما مللكم فيه. انا محمد الويمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتو لسه متابعين الفيديو؟ واو، اوكي، لازم اعطيكم شيء. ايش رايكم فيديو بشخص يحتضن اسد؟ ياي، اعرض الفيديو. ما بوي إلا ما بوي. إلا ما بوي.